بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أعنا على إرضائك بالتمام والكمال يا رحمة. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. نقول اللي فما في الجيتي برود جنسي عند الإناث، حتى اللي تقول بروحها متدينة مسكنة ضحية سوء تربية، لأنه يعني يفهم الإسلام بالتطرف، يفهم الإسلام بالغلظة، يسمى الإسلام ربي يحرق بالنار وكذا، يقول يا ربي يعذب من هو وصل روحه للعذاب، وما يحرق بالنار إلا الرحمن. هنا هي أقل شيء الأنثى غفلت ويتبدل في حوايجها، مش فايقة باللي فما شكون يرى هنا الأم ولا الجدة ولا السارة على سلامتها، تولي تتهمها أنت عريت روحك، هاي نعق، وتولي توصل المسألة إلى عقاب حرقها في المكان الحساس، أي في فرجة ولا في علاقة قطعية ولا حاجة. توصل الأنثى مسكنة تقاسي باسم الإسلام، وقت الإسلام لا يجلب أي عذاب للدنيا والآخرة، بل الإسلام يسلمك من كل عذاب. ولهذا الأنثى إذا كان ابتليت بالبرود الجنسي، فاعلموا أن سوء فهم الناس اللي حولها للإسلام هو الذي أدى بها إلى تلك الحالة المعذبة لها والمخيبة لآمال زوجها. والبرود سينتقل منها هي إلى زوجها إذا كان ما كانش حصيف، وكان ما نقولوش برمكي، نقوله قريب، يعني يلزم يرجع لأهل القرآن وبينينه كيف تكون الإصلاحات، وهي إصلاحات لا حرم فيها، وإصلاحات لا جرم فيها، وإصلاحات لا تمرد على قانون الله سبحانه وتعالى في باب العلاقات الجنسية الحميمية الطبيعية الإسلامية. والسلام.